السلام عليكم. اليوم نروح نشوفوا الأشغال نتاع المترو نتاع الجزائر العاصمة وفي الجزء نتاع التوسعة باتجاه براقي، ونشوفوا هذا الفيديو حول الطريقة نتاع الأشغال، يعني طريقة بناء الخط نتاع إذا على الهوائي نتاع المترو. اذا ونشوف انه يعني الطابلي اللي سوف ينحط عليه لراي نتاع المترو، نشوف طريقه جد متطوره. هذه الميثود هذه الطريقه نتاع نستعمل الفوسوار، هذو سي لي فوسوار اللي يتم سحب الطابلي هذا بواسطة القوة نتاع لي فيران هيدروليك، هادو سي لي فيران هيدروليك، قوة الهيدروليكية اللي بواسطتها يتم سحب الطابليي بعد ما يتم الكولاج تاعو. إذا نخليكم تتابعوا الفيديو نتاع هذه الطريقة اللي تم استعمالها من طرف شركة كوسيدر في إنجاز هذا الخط نتاع المترو بين منطقة عين نعجة ومنطقة براقي. إذا للعلم أنه الفيديو هذا قديم شوية، لأنه الأشغال راهي تقدمت واللي راهي تحطوا، يعني راهم رانا في مرحلة جد متطورة. هذه كانت البداية نتاع الإنجاز نتاع هذا الخط نتاع إذا مترو الجزائر العاصمة باتجاه مدينة براقي. نخليكم تتابعوا هذا الفيديو الرائع حول إذا مترو الجزائر في جزئه، هذا الجزء الهوائي اللي يعتبر يقع يعني كما يسمى في الفيادوك، يتحط فوق الفيادوك. إذا خط هوائي في منطقة باتجاه إذن بلدية براقي. خليكم تابعوا الفيديو بدون ما نطول عليكم، والسلام عليكم.